تشتكيش؟ أكيد أكيد. ها عملت إيه مع عماد؟ اشتريت الأرض؟ لا كنسلت الموضوع كله. ليه كده؟ أنت كنت صح، المناخ بمصر مو مناسب للاستثمار، والأرض يلي عماد اختار لي إياها فيها كتير عيوب وكتير غالية، بنفس المبلغ بشتغل بتايلند بربح أكتر بكتير. يا ديما، طب ما أنا قلتلك كده يا ديما. أنا مش قلت كده؟ أنا ما بعطي عقلي لحدا، أنا ما خسرت شي، شفت بعيوني وقررت. وبعدين أنا كتير كان نفسي أزور مصر، فبعتبر الرحلة كانت سياحة. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني برجع حالياً على البرازيل، بس عندي آخر شغلة بكرة. في ناس عرضوا علي أدخل بمصنع، رح شوفه بس لأني اعطيته الموعد، لكن بكل الأحوال ما بدخل فيه. لا 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 لا، انسي بقى خالص المواضيع دي، انسيها خالص، وأجلي سفرك وانسي موضوع المصنع وكل الكلام اللي ملوش لازمة ده. انت هتستثمري معايا في الميديا، أنا عندي مشروع مجهزه وعامل دراسة جدوى رائعة لمجموعة قنوات فضائية هتكسر الدنيا. 5 سنين وهتسترد راس المال، وبعد كده هتكسبي، بس هتكسبي ذهب. والله فكرة كتير منيحة، يا ريت تشرح لي إياها أكتر. أنا أشرحها لك، بس هشرح لك حاجة تانية الأول. يعني لحد تاني نشوف الموضوع اللي أنا أقوله لك من زاوية تانية يقوله لك، أنا أحسن أشرح لك من زاويتي. تفضل. أنا هربت من مصر بسبب قضية نصب واستيلاء على المال العام. يا ربي. أنا جاي لك النهاردة نجم مصر عشان أنا فتحت محل قد اللي بعته بنوال 3 مرات، وحاجة إيه بقى؟ آخر فخفخينة ومنجاها وشهيصة، 7 نجوم وحياتك. أنت عامل زي المنشار، طالع واكل نازل واكل، هو أنت تخسر أبداً؟ ربنا يبارك لك ويزيدك ويديك على قد ضميرك. عايزك معايا. أغنى عندك إزاي يا أستاذ؟ إذا كان العقد اللي أنا مضهولك خلاص بقى مع نوال، يعني من الآخر كده ما أعرفش أغني في أي حتة إلا عند الست الكل نوال. وانا كنت هسيبك ليها برضه يا سوكا؟ ده كلام؟ وانا ماشي يا حبيب قلبي خدت كام عقد كده وكام ورقه بتوع ناس يهموني ويخصوني، وسبت مكانهم ورق مضروب ملوش اي لازمه، واقف انها لا بتقرا ولا بتكتب، وعقدك هو يا حبيبي. يا خرابي عليك، ده انت راجل تعبان. طالما بقى نوال ملاش حاجه عندي دلوقتي، من الاخر كده انا مش هغني في كباريهات. الله، وانا كنت بخلعك مع نوال عشان تسيبني وبقى ما استفدتش منك حاجه يا سوكا؟ انا اغني بشوقي براحتي، يعني من الاخر كده لو غنيت عندك اغني يوم يومين في الشهر، وبشرط من غير اي امضاءات ولا ورق ما بيني وما بينك. قلت ايه؟ انا كنت ضحيه عمليه نصب اشتركت فيها اغلى واحده في حياتي، مراتي وابوها والمحامي بتاعها. يا الله، كيف هيك؟ طبعا انا مش المفروض عليا ان انا اقول لك حاجه زي كده، بس انا وشي معروف هنا، عشان كده اي حد كان ممكن يشوفك معايا يقول لك كلام عليا اللي بيسمعه في الاعلام، عشان هم كانوا قادرين ان هم يسربوا المعلومات الغلط. عشان كده انا حابب اقول لك الموضوع ده من وجهه نظري. أنا ما بصدق الإعلام. أنا ومراتي هايدي، طبعاً أنا طلقتها قبل ما أهرب من مصر، كنا شركة مع بعض في مشروع القنوات الفضائية ده اللي أنا هعرضه عليكي، وقدمنا ضمانات كتير للبنك منهم نصيبي في مصنع المراتب، وكان القرض باسمها. وبعد ما خدنا الفلوس وخدنا القرض فوجئت ان ابوها والمحامي بتاعها حول الفلوس كلها بره. كل ما عرفتش اعمل ايه، انا لقيت نفسي لوحدي، قررت اني لازم اهرب لغايه ما اقدر اثبت براءتي. يا الله على البشر، كيف المرأة بتخون زوجها كرمال المصاري؟
ما كنتش قادر اجي بلدي. حبيبتي يا مصر ما كنتش قادر اجيها. بس الحمد لله قدرت ادفع للبنك كل القرض، وهي كمان طلعت براءة دلوقتي بتتمتع بفلوسي من غير اي ذرة انسانية او حب. يا الله انت شو مظلوم. بكرة الله بيعوضك خير وبيرجع لك حقك. انا عارف انا مؤمن، ولولا واثق ان انا مؤمن ما كنتش وقفت على رجلي. بعرف بعرف باين عليك الإيمان، عشان كده أنا واثق إن مشروعنا ده هينجح وهكسب منه كل اللي خسرته. بالعكس أنا هبقى أحسن من الأول مليون مرة. إن شاء الله إن شاء الله. قديش برأيك بتكلف شبكة القنوات هاي مبدئيا؟ 150 مليون دولار أو يورو حسب يعني. منيح، بخلص بكرة من وجع الراس تبع المصنع يلي رايحته وبنفضل هاي القنوات. عظيم عظيم. واسمحي لي بقى، بما انك خلعتي عماد، يعني عماد مشي، فبما اننا شركة دلوقتي فانا اسمحي لي يعني ان انا اجي معاكي كمرافق للمصنع، يعني او اعتبريني يا ستي مستشار. بيشرفني كتير. انت يا زفت، انت مش شايفني واقفة؟ الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر، وحشانة الابتسامة والبيضة والحجر. انت ايه يلا لما قعدك في عربيتي؟ وفين السواق الزفت؟ اهمادي بقى، لا بقى في عربيتك ولا سواق ولا زفت. خلاص الشيخ علوان رمى عليك اليمين وطار على المطار وخد معاه العربية والسواق والفيلا والمحل. في 60 داهية، ده حتى كان دمه يولتش. مش مهم، يلا وقف لي تاكسي بسرعة، عايز اروح المحل وحشني الرأس. الا انت جالك بكم ولا ايه؟ بقولك خد كل حاجة واولهم المحل. ازاي؟ ده كاتب لي المحل بيع وشراء. ما هو عشان انت مش مثقفه وما بتعرفيش تفكي خط الناس بتشتغلك. لما جمعته مع المحامي عشان تكتبوا العقود، عزوز كتب كل حاجه باسم علوان وخد مليون جنيه زياده عشان يسكت. ازاي؟ ده انا بصمه بصباعي. ده خدعوك فكالو يا كبيره. انت بصمتي على انك شاهده على العقود، لا بايعه ولا شاريه. وعلى راي المثل يا ولاد بلد انا ليا رجاء، عايزين نقضي على الاميه بدل البصمه تكون امضاء. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا تكوني فاكره علوان ده اهطل وبيرمي الفلوس كده، ده بس كان عايز يدوقك ويدفع، ودلوقتي زهق منك وراح يدوق واحده تانية عشان يدفع برضه. وانا جيت قلت لك ضميني وانسي الدنيا، ضميني وانسي الناس، بس انت اللي طلعتي شخصيه عنيده. بعتني بعتني يا داود الكلب، بعتني. بس يا بنت فوقي كده وما تنسيش نفسك. انا اللي عملتك وجيت قلت لك انا شريكي وانت اخترتيه ومبعتيني. دلوقتي ما ترجعيش تندمي. انا جاي استلم الفيلا دي، قدامك نص ساعه تلمي الكراكيب بتاعتك ارجع عليكي جاهزه. سامع يا نوال؟ سامع يا نوال؟ سلام يا ستهم. سلام يا نونا. ليه كده؟ ليه عملتي فيا يا دنيا كده؟ ده انا بنت حلال ومستاهلش. ليه؟ جبتيني المرجحة ليه؟ طلعتيني سابع سما، نزلتيني على جدور رقبتي ليه؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ روحي اعمل ايه؟ كل حاجه راحت، كل حاجه راحت، كل حاجه راحت. حتى نوال راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت. نعم كبداك، عاوز تقابلني ليه؟ جرايا كوري، هو انا ماليش عندك ولا ايه؟ انا لا عايز اشوفك ولا عايز اعرفك. لولاش بس انك قلت لي انها مصلحه تخص جوليا انا كنت جيت لك ولا عبرت. طب عينك في عيني كده؟